أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من وملائكته وليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا ونذيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.